تعال نروح بقى لحاجة مهمة جدا. وزارة التضامن الاجتماعي طول الوقت بتشتغل في انها توفر اكبر قدر ممكن من مظلات الحماية الاجتماعية للناس. فبتشتغل على ايه دلوقتي؟ بيفكروا وبيبحثوا في استراتيجية للتوسع. هيتوسعوا في ايه؟ في حاجة اسمها بطاقة الخدمات المتكاملة. دكتور ايمان كريم رئيس المجلس القومي لذوي الاعاقة، اهلا 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 يا دكتور. اهلا، ازاي الحال؟ كله تمام؟ بمسي عليكم وعلى كل المشاهدين. يا بختنا يا بختنا، يعني من مكالمة للقاء داخل الاستوديو نورتينا وشرفتينا لمكالمة كمان، احنا كده بقى السماء بتضحك لنا. الله يخليك. طبعا سعيدة جدا انا اكون معاك، وخاصة لما بيبقى في خبر جميل بيسعد الاشخاص ذوي الاعاقة في مصر يعني. طبعا طبعا. طب ايه الجمال في هذا الخبر لو صح بقى الكلام؟ هو الحقيقة بطاقة الخدمات المتكاملة تحدي من التحديات الكبيرة جدا جدا، واحنا اشتغلنا عليها في الفترة من الأول العام، وكان في عدد قليل جدا من البطاقات اللي تم إصداره مقارنة بالعدد الكبير اللي احنا قلنا عليه قبل كده 15 مليون، ف 900 ألف بطاقة طبعا عدد قليل جدا، وكان تحدي كبير جدا، وده كان أحد اهتماماتي الكبيرة، واتكلمنا مع بعض في الموضوع ده. صحيح. وعملت تقرير قدام في مجلس الوزراء أكثر من مرة، والحقيقة كان في استجابة سريعة جدا، يعني لأن طبعا البطاقة زي ما اتفقنا هي البوابة اللي بتوصلنا للخدمات وإنفاذ القانون. فإذا كان في قانون وكان في خدمات فمش هينفع الشخص اللي عنده إعاقة أيا كانت إعاقته، يعني جميع أنواع الإعاقات، إنه يوصل الخدمات من غير البطاقة لأنها بوابة إلكترونية، يعني بمعنى إنها لازم تكون مميكنة وبتدخل على أجهزة، فلازم تكون معاه البطاقة دي عشان يعني حتى يعني لو دخل على إنه يقطع تذكرة مخفضة في المترو مثلا لازم يحطها في الجهاز، فبالتالي البطاقة دي هيتم الاستجابة إليها. احنا يعني اتكلمنا في الموضوع ده وناقشناه في مجلس الوزراء، ولما طرحت التحديات الحقيقة كان في استجابة سريعة زي ما قلت، وتم توجيه من رئيس الوزراء ان للوزارات المعنية وزارة التضامن الاجتماعي وزارة الصحة انهم يعني يسرعوا من تذليل العقبات، وأولها طبعا وزارة الصحة لأنها هي الخطوة الأولى، الموقع الإلكتروني إن هو فيه مشاكل كتيرة عشان يسجلوا أسمائهم ويسجلوا بياناتهم وياخدوا ميعاد، ياخدوا ميعاد علشان يعملوا الكشف الطبي، إلا من بعد ما يحصل لازم يكون فيه تقييم وظيفي من وزارة التضامن، ودي الخطوة الثانية الحقيقة، ويتم إصدار البطاقة وإرسالها للأشخاص ذوي الإعاقة أو إخبارهم بها. الخطوات دي كلها كان فيها مشاكل، وزارة الصحة يعني الحقيقة تم التوجيه إليها أنها الموقع لازم يبقى فيه سرعة، يبقى فيه تقنيات الموقع يجب أن يكون هناك سرعة فيها، فالحقيقة ده بيعملوا عليه. إلى جانب بقى طبعا أن تحديد الكوميسيون الطبي، وإحنا قلنا بدل ما نسجل مثلا على الموقع بس بتاع وزارة الصحة ففي تسجيل بطريقة موازية، والحقيقة تم الاستجابة للموضوع ده، وإدارات الاجتماعية في وزارة التضامن تابعة لوزارة التضامن هتقوم بالتسجيل يدوي غير مميكن، علشان إذا في مشكلة على التقنيات فنعملها بطريقة يدوية غير مميكن. إلى جانب إن إحنا برضو المراكز الرعاية الصحية بتقوم بده، الى جانب بعض البوابات الخط الساخن وغيرها، يعني من الوسائل الموازية عشان ما يبقاش في وسيله واحده فنقدر نسجل للاشخاص ذوي الاعاقه. الكوميسيون الطبي الحقيقه انا جالي من وزير الصحه مشكور بعد التوجيهات وبعد الاجتماع العداله الاجتماعيه الاخير ان يعني تم اصدار التوجيهات ان لازم يزيد الكوميسيونات الطبيه علشان نقدر ما يبقاش في قوائم انتظار، لان حتى بعد ما الشخص بيسجل صعب يبقى في قوائم انتظار، حضرتك عارف
في مجالس طبية متخصصة هي اللي بتقوم بالكشف، وغيرها يعني من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ووزارة الدفاع والشرطة. فتم التوجيه بزيادة اللجان والكوميسيونات الطبية. الحاجة بقى الجميلة أن آخر اجتماع الحقيقة لما رئيس الوزراء شاف أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الإعاقات الشديدة لم يتم إصدار بطاقة لهم بالشكل يعني المرضي بالعدد، لأن حضرتك عندك 2,600,000 إعاقات شديدة. فالعدد اللي تم إصداره زي ما اتفقنا 900,000، ومن ضمنها بعض الإعاقات المتوسطة كمان. فطبعا كان في علامة استفهام كيف إن احنا نسرع من إصدار البطاقات الخدمات المتكاملة للإعاقات الشديدة، لأنها الحقيقة الأكثر احتياجا للبطاقة. فتم توجيه يعني من رئيس الوزراء لوزارة الصدام ووزارة الصحة بضرورة عمل خطة تنفيذية عشان نخلص الإعاقات الشديدة بنهاية هذا العام. وده طبعا خبر سعيد، أنا حقيقة كنت سعيدة جدا لحضوري لجنة العدالة الاجتماعية بحضور السادة معالي الوزراء جميعا. فالحقيقة كان يعني في استجابة، وبالتالي حاصل طبعا دلوقتي في وزارة التضامن اجتماعات، وزي ما شفنا الخبر النهاردة ان لابد من الادارات المختلفة وزارة التضامن والصحة انها تتعاون علشان نخلص الاعاقات الشديدة ويتم اصدارها. والحقيقة برضو الخبر السعيد ان لو هو في تحديات مالية فرئيس الوزراء أصدر قرار ب 50 مليون تخصيص 50 مليون للتمويل الكشوف الطبية وغيرها من الإجراءات علشان نخلص بنهاية هذا العام الإعاقات الشديدة. فطبعا يعني احنا ماشيين بخطى سريعة، وطبعا حضرتك عارف ان ملف الإعاقة بينال يعني دعم مباشر من رئيس الجمهورية، وبإصدار القانون بتاع الصندوق لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة القادرون باختلاف اللي اتكلمنا أنا وحضرتك فيه لما كنت عندك في الاستوديو. فالحقيقة أحد اختصاصات الصندوق هو تمويل الكشوف الطبية علشان تصدر البطاقه. طيب دكتور ايمان، احنا انا متذكر جدا، انا اسف على المقاطعه، بس انا متذكر جدا لما كنا حضرتك منورانا في الاستوديو كنا بنتكلم على انه في ملف مهم متعلق بده، الا وهو الحق في العمل، التمكين الاقتصادي. ازاي او هل في هذا الاطار المجلس القومي بقى هنا لذوي الاعاقه زائد الوزاره بيقدروا يشتغلوا على مساله التمكين الاقتصادي وايجاد فرص العمل؟ اولا احنا عندنا 5% بحكم القانون، يعني مبتدا القانون 5% للحد الادنى، يعني كل ما هيزيد كل ما هيبقى فيه اعفاء ضريبي للمقدمي الوظائف. ايوه. فال 5% ده الحد الادنى، يعني حضرتك التفعيل كمان بتاعه ده مهم، وده طالبت بيه برضه في لجنه العداله الاجتماعيه، ان يجب ان تكون وزاره القوى العامله والتنظيم والاداره يعملوا لجان رقابيه على الجهات العمل علشان نضمن ان ال 5% فعلا تم اكتفائها، الى جانب انها بيتم تفعيلها. انا يهمني ان الاشخاص ذوي الاعاقه يتمكنوا من العمل بينزلوا يشتغلوا حتى لو نوعيه العمل يعني تناسب ان هو يعمل عن بعد من المنزل. وده اثبتناه من خلال الكوفيد لما كنا كلنا قاعدين في البيت، لقينا ان بعض الاعاقات يعني الحقيقه بتتميز ان هي تقدر تعمل عن بعد وتعمل وظائف معينه زي التسويق الالكتروني مثلا. الاعاقات البصريه تقدر ان هي تعمل التسويق الالكتروني باقتدار. طبعا. فيعني قصدي اقول ان العمل هو حق وهدف من اهداف التنميه المستدامه، واحنا الاعاقه داخله في 17 هدف، فلازم من ضمنها العمل اللائق. فيعني ان انا اعمل واعمل فعلا بتفعيل
فطالبت ان يبقى في لجان رقابيه تنزل مواقع العمل سواء الخاصه او الحكوميه تتاكد من ان في تفعيل، واذا تاكدت ان في بعض يعني التقاعس يبقى يجب ان ترفع قضايا على هذه الجهات، لان ده قانون بيلزم جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه انها توفر عمل 5% للاعقاب. صحيح. انا بشكرك جدا يا دكتور ايمان، كل الشكر لدكتور ايمان كريم رئيس المجلس القومي لذوي، دكتور ايمان كريم رئيس المركز القومي لذوي الاعاقه.